كعادتنا هنبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع امير دوله الكويت الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح في مطار القاهره الدولي بعد انتهاء زيارته اللي تضمنت عقد جلسه مباحثات حول العلاقات الثنائيه بمصر والكويت، والاشاده المتبادله بعمق وقوه تلك العلاقات الثنائيه الوثيقه على مختلف المستويات الرسميه والشعبيه. كمان امبارح خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومه، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ جموع عمال مصر بمناسبه الاحتفال بعيد العمال، وكمان هنأ أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. كل سنة طبعا وهم طيبين وبألف خير، ويا رب دايما يديم علينا هذه المناسبات السعيدة ويحفظ مصر وأهلها. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مطار القاهرة الدولي، وكان الزعيمان عقدا جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناول معمق للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت وإشادة متبادلة وتقدير لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهم على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهم المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهم البعض وحرصهم الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع عدد من ملفات عمل وزارة الصحة، وأشار مدبولي إلى أن هناك عدة تكليفات للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص المشروعات القومية في قطاع الصحة، مشيراً لتوجيهات سيادته بتوفير احتياجات تلك المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على النحو اللي بيعجل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة، ولذلك فالعمل متواصل من أجل تنفيذ ذلك لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدفع هذه المشروعات ذات الصلة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وده من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 سنة فقط، تعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة، علماً بأنه خلال مدة حق الانتفاع بيقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، ده بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً فضلاً عن حصول الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة كمقابل لحق الانتفاع، نظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث عدد واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع جموع عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، كما هنأ رئيس الوزراء أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يديم علينا هذه المناسبات السعيدة وأن يحفظ مصر وأهلها. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تيريبيل سكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه بيتابع بشكل دوري نشاط شركة سكاتك النرويجية في مصر، خاصة أنها من أهم شركائنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، استحظى الشركة بخبرات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى أعياد تحرير سيناء واستمراراً لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لدعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والمشاركة في توفير حياة كريمة لأبنائها، افتتح اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بيرافقه عبد العالي البدري سكرتير عام محافظة شمال سيناء مدرسة الجوفة للتعليم الأساسي بمركز الحسنة بوسط سيناء بعد تطويرها بشكل كامل وزيادة طاقتها الاستيعابية لاستقبال عدد كبير من الطلبة بمختلف المراحل التعليمية،
فضلاً عن تجهيزها بكافة الوسائل التعليمية المتطورة. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الفيوم واللي تم فيها الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ40 مشروع جديد ضمن حياة كريمة. في البحيرة تم الكشف على 1361 مواطن خلال قافلة طبية مجانية. أما في كفر الشيخ فتم الإعلان عن توريد 88,000 طن قمح للشوان والصوامع، وفي أسوان تم انطلاق فعاليات محاكاة تحويشة في بنك لدعم السيدات بقرى حياة كريمة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تشغيل 12 مجمع لتقديم الخدمات للمواطنين بقرى مركزي إدسا ويوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية الـ40 مشروع جديد بالقطاع الخدمي والزراعي بنطاق قرى المركزين. في البحيرة نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية كفر زيادة التابعة لدائرة كوم حمادة، وتم الكشف خلالها على 1361 مواطن مجاناً من خلال وجود 9 عيادات طبية شاملة لجميع التخصصات المختلفة، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان. في البحر الأحمر تبدأ الأجهزة المعنية بالمحافظة في تطبيق قرار وقف تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمحال التجارية تطبيقاً لقرار وقف أنشطته بشكل كامل حتى 15/7/2024. في جنوب سيناء شهدت المحافظة إعطاء إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء 60 منزل بدوي بمنطقة الجبيل بطور سيناء، وبتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 40,000 متر مكعب، بينما تبلغ مساحة المنزل 90 متر مكعب صافي و240 متر مكعب بالحوش والأرصفة والجراج، وبيشمل شبكات المرافق. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة استلام 88,000 طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد محصولهم، وده من خلال تخصيص 25 موقع لتجميع واستلام القمح موزع على جميع أنحاء المحافظة. في القليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية سنديون بقليوب، وتم الكشف خلالها على 1403 مواطن مجاناً. في أسوان انطلقت فعاليات المحاكاة البنكية اللي بينظمها فرع المجلس القومي للمرأة تحت عنوان تحويشة في بنك، واللي بتأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبتهدف المحاكاة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات والفتيات، وتدريبهم على كيفية التعامل مع البنوك والحصول على مختلف الخدمات البنكية، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة تساهم في توفير العديد من فرص العمل وإيجاد مصدر دخل مادي مناسب. في سوهاج أعلنت المحافظة عن قيام الوحدة المحلية لمركز مدينة جرجة بالبدء في تسكين الباعة الجائلين بالسوق الجديد عن طريق إجراء القرعة العلنية للاختيار ما بين المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وده في إطار خطة القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضرية حديثة تتسق مع المظهر العام للجمهورية الجديدة.